أهلا وسهلا. كلمنا بقى عن مشاركتك المرة في المعرض في أول نشاط لا، الحقيقة دي تاني مشاركة، كنت موجود في النسخة السنة اللي فاتت، وده يعتبر المشاركة التانية ليا. بشارك بمجموعة جديدة من الأعمال، موضوعها مختلف شوية عن السنة اللي فاتت. الموضوع بتاعي اسمه بطل الظل. بطل الظل هو شخصية برمز بيها للإنسان البسيط، الإنسان المنسجم مع طبيعته، سواء طبيعته كإنسان أو الطبيعة بشكل عام. يعني من خلال حياته الخاصة داخل أسرته البسيطة، ببدأ يعني أخد كادرات لمشاهد معينة تعكس المعنى ده في شكل صورة، يعني في مود لوني برضك، حالة حالمة شوية فيها نوع من الرومانسية شوية. ممكن اللون يسحبك لمود خاص في اللوحة نفسها. يعني بحاول أوجد أثر يتساب في عين المشاهد، يميز القصة نفسها. اللبس الشخصية النوبية مثلا؟ لا، هو مش محدده إقليم معين، هو رمز الإنسان، ممكن نقول عليه إنسان عربي. يعني الأزياء بتاعته أو التفاصيل الخاصة بيه، هو أقدر أقول إن هو إنسان عربي، بس مش مرتبط بإقليم معين. هو حاليا ممكن مرتبط بجاليري ازاد، فجاليري ازاد كل فتره بيكون عامل معارض جماعيه، فبكون مشارك معاهم. في الفتره القادمه ان شاء الله هيكون ليا سولو خاص باعمالي، فيعني وفي مشاركات تبع وزاره الثقافه، سواء في الاسكندريه او القاهره. انا في الاسكندريه، فسواء المدينه الاسكندريه او القاهره موجود في الانشطه اللي بتبقى موجوده. يعني اسكندريه أثرت بدون ما أشعر، اتضح إن فعلا الطبيعة نفسها بتنعكس بدون ما الفنان يشعر، وبتظهر في شغله. يعني من الواضح في الأعمال اللون الأزرق والألوان الباردة هي الغالبة على الأعمال. بالظبط بالظبط، الطبيعة اللون، ألوان السماء الزرقاء أو المية، هي الغالبة، هي المؤثرة بشكل رئيسي. لا، في المرحلة الحالية مش مهتم بالمشاركة الدولية قوي، فممكن في السنة القادمة يعني، ولكن السنة الحالية لا. مش شاكر جدا، مش شاكر جدا.